فقد شيئا من ذاكرته وتكسرت الكلمات على شفاهه. الحاج محمد طوى من عمره 114 سنة، ما زال يتذكر استعمار فرنسا للجزائر. ابان اقتسم مع المجاهدين بيته وزاده. فكري هو كان مجاهد، غير يوم الجزائر ما عرفوش، ما هوش زعما معمدين عليه، ما يجيولو ما يدوروا فيه ما والو. يطلقون عليه القبيلي. سنة 1941 هاجرت عائلته المسيردة الجزائرية إلى وجدة. هو حجام، حجام البزار الصغار طهر ليهم ويقلع الدم منا من راس ويبراو ويقلع الدروس ويحسن البزوزين الصغار. البيت الكبير يحضن الأب المعمر والبعض من أبنائه وأحفاده. محمد لا يطيق الوحدة. ومن بعض المرات يتلف بناته ويتلفهم، وبناته تكون قاعدة معاه ويتلفها. شي مرات يقول لها واش راكي ديري هنا، فيوك جيتي؟ وما يبغيش يبقى قاعد بوحده، يخصو ديما واحد قاعد معاه هنا. لا سبيل للوحدة هنا، فالبيت والجوار يملأه الأبناء والأحفاد. في الجزائر عنده عاود تاني ولاد وعاود تاني مزوجين، تاني مخليين، ولاد ولاد تهما تاني مزوجين عاود مخليين عاود تاني. إذا جينا كاع نحسبوهم تفوت 100. أحب الأوقات إلى قلبه الصباح حين تغازله أشعة الشمس ويحتسي كأس حليبه المعتاد. لن نعرف سر عمره المديد، لكن يبدو أن الأمر وراثيا، فأمه توفيت عن سن 130 سنة.